شكون اللي قال لك ما كايناش سياسه ثقافيه؟ كاع الاجراءات اللي درت حق المملكه المغربيه منذ سنين وسنين اكثر من 20 سنه خلتنا لليوم نحلموا باش تكون هناك صناعه ثقافيه، لان في هذه اكثر من 20 عام دابا بدينا بالمفهوم ديال الدعم. علاش؟ لان كان خصنا نخلقوا واحد الساحه ثقافيه، او الساحه الثقافيه كانت حاضره وكان خصنا ندعموا هذه الساحه الثقافيه باش تولي عندها واحد الوجود نعم وطني ودولي. والنتائج اللي كنشوفوها لا في المجال ديال السينما، في المجال ديال المسرح، الكتاب والموسيقى، كتبين بان هاد السياسه الثقافيه اللي وكبتها المملكه المغربيه والحكومات منذ سنين دابا عطات بعض النتائج. ولان السياسه ديال الدعم بوحدها ما يمكنلهاش تخلق المفهوم ديال الصناعه، فدزنا من المفهوم ديال الدعم الى المفهوم ديال الصناعه. اذا باش نجاوبك على السؤال الاول ديالك، كانت هناك سياسه ثقافيه اللي عطات يعني بينات يعني الليميت ديالها عادي جدا، لان واحد الوقت فاش كتخلق واحد الديناميه اقتصاديه او اجتماعيه وراء واحد المجال، فاش كيكون غير بالمفهوم ديال الدعم واحد الوقت فاش كتولي واحد الساحه اللي تجاوبات معك. وفاش كنقول الساحه يعني كانوا هناك مجالات للتكوين، كانوا هناك مجموعه ديال المؤسسات اللي تنشؤوا وخلقوا فنانات فنانين، خلقوا مبدعات مبدعين. هاد المبدعات والمبدعين ما يمكن لهمش يبقاو يعني محجوزين فقط او حاضرين فقط بالمفهوم ديال الدعم. قلنا حان الوقت باش ندوزوا لمرحله ثانيه، هو المفهوم ديال الصناعه. شنو هو المفهوم ديال الصناعه؟ المفهوم ديال الصناعه الثقافيه هو نعطيو فرصه لهاد الفنانات الفنانين المبدعات والمبدعين باش يبدعوا الاعمال ديالهم ويتعرفوا على الصعيد الوطني والدولي، ولكن بواحد المفهوم اقتصادي جديد، نموذج اقتصادي جديد اللي هو استثمار في هذا المجال، لانه مجال على الصعيد الدولي اللي هو مربح. فقلنا خصنا وخاصو امكانيات اقوى واكثر. الا بقينا عوالين فقط على المجال ديال الدعم، نعطيك النموذج ديال السينما، ما غاديش يمكننا نجاوبوا مع التحديات اللي عندنا على الصعيد الدولي. هنا كنتكلم على لا كونكورونس اللي كتكون في السينما الدوليه، كتشوفوا الميزانيات الضخمه لبعض الافلام السينمائيه، ليس فقط الاوروبيه والامريكيه، حتى في مجموعه ديال الدول الاخرى. ولهذا كنقولوا خصنا ندوزوا المفهوم ديال الصناعه، باش هناك مستثمرين اللي غيفهموا بان هناك سوق مربح لهم، وبان خصنا غير نعطيو الفرصه للمبدعين والفنانين باش يبينوا بالقدرات ديالهم وباش يرجعوا لهم ذاك الربح. وانا ذاك غيولي واحد الديناميه اقتصاديه اللي هي ايجابيه، لان ما غاديش نبقاو ندعموا او نستثمروا في فيلم واحد، ولكن جوج ثلاثه 10 15 اللي غتخلق وراءها ديناميكيه اخرى اللي هي خلق فرص للمبدعات والمبدعين للشباب والشابات اللي كل سنه كيدخلوا في هذا السوق. لان مثلا نعطي النموذج ديال ليزاداك، كل سنه كتعطينا واحد الفوج جديد ديال الفنانات والفنانين، مؤسسات ثقافيه اخرى اللي كتخدم اللي ماشي مرتبطه بالدوله ولكن عندها واحد الوجود حقيقي في المجتمع. دونك هاد الشباب اللي كيدخلوا للسوق خصنا نلقاو لهم مجالات باش يبينوا القدرات ديالهم. واللي جميل في المجال ديال الثقافه، ولهذا كنربطوه اليوم بالمفهوم ديال الصناعه الثقافيه، هو السوق دولي عكس بعض الصناعات الاخرى. لان انت مثلا كتكون جالس في الدار ديالك ويمكن لك كتسنط واحد الموسيقى مغربيه، ولكن مره كتسنط الموسيقات من دول اخرى. شنو هذيك الموسيقى اللي كتسنط لها ما جاتش غير هكاك، جات لان كاين واحد الموزع، جات لان كاين واحد المنتج، جات لان كاين واحد السوق. فاليوم بغينا نقلبوا الايه شيئا ما ونبينوا بان الفن ديالنا الثقافه المغربيه ممكن لها كذلك تروج على الصعيد الدولي. الحمد لله بعض الفنانين بعض الموسيقيين كتشوفوهم حاضرين لانهم يعني واكبوا هذا المفهوم ديال الصناعه الثقافيه، وكنلقى عندهم دي ماناجور دي برودكتور، عندهم علاقات مع يعني دي ديستريبيوتور اللي كيساعدوهم باش يخرجوا الفن ديالهم على الصعيد الدولي. هاد لي ريوسيت، هاد النجاحات اليوم، هاد المناظره هي فرصه باش نتعرفوا على هاد النجاحات ديال المنتجات ديال الفنانات والفنانين، ديال بعض المستثمرين اللي استثمروا في هاد المجالات قبيله. كنا كنصنتوا واحد المستثمر اللي نورمالمون وزاره الثقافه هي اللي كتستثمر في دور الثقافه، اليوم شفنا بان كاين هناك نموذج ديال مستثمر اللي استثمر في واحد المفهوم ديال دار الثقافه بطريقه جديده، كيدير دروس ديال الموسيقى، دروس ديال المسرح وزيد وزيد، ولكن عنده ربح في هذا المجال وكيعطي فرصه باش يكون هناك مجال ابداعي. يعني واحد كاين نموذج اللي خصنا نخلقوه. بالطبع كل جهه وعندها الخصوصيات ديالها، والتحدي اليوم ماشي هي نخلقوا واحد في المجال ديال الصناعه الثقافيه، ماشي هي نخلقوا واحد لا كونكورونس ما بين الجهات، لا، خصنا نساعدوا كل جهه في
يعني القوه اللي الوجود ديالها اللي حضر فيها مثلا نتكلم على واردات في المجال السينمائي تنقوي هذا الحضور لان اليوم والحمد لله قويناه والنتائج الارقام اللي كيتكلموا ماشي السياسي الارقام اللي كيتكلموا كنتكلموا على 500 مليون ديال الدرهم استثمرت في واردات في المفهوم ديال يعني في السينما كنتكلم على الافلام الاجنبيه اللي كتجي تصور في المغرب 2019-2020 لهذه السنه السابقه وصلنا المليار ديال الدرهم وما زال هناك يعني طلبات اخرى يعني منتجين دوليين بغيين يجوا. تكلمت معكم مجموعه يعني ماشي مره ماشي جوج على المفهوم ديال الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه اللي كتمثل 300 مليار دولار على الصعيد الدولي واعتبرنا بان حان الوقت باش ننزلوا واحد الاستراتيجيه في هذا المجال لان الصناعه ديال الالعاب الالكترونيه هي واحد النقطه في المفهوم ديال الصناعه الثقافيه ولكن هي اهم نقطه اليوم في المجال ديال الاستثمار وفي الربح. واعتبرنا بان الى من 2030 ولينا كان وصلنا بين 0.5 ل 1% من هذا لو شيف دافير مونديال اللي هو حاليا 300 مليار ديال الدولار واللي كل سنه كيتزاد ب 8% يعني غادي بواحد الصدى اللي هو مهم جدا غنخلقوا اولا ثروه للمغرب غنخلقوا فرص شغل جديده للشباب والشابات غنعطيو فرصه للشباب اللي حاليا كيتكونوا في المجموعه ديال المجالات مرتبطه بهذه الصناعه باش يخدموا في بلادهم وباش نتجاوبوا مع مجموعه ديال المطالب اللي نتوما عارفينهم اللي سمعناهم هذه الايام واللي ماشي مطالب جديده. انا في 2020 فاش درت الحمله الانتخابيه انذاك فاش كنا مازال في المعارضه ديال الحمله الانتخابيه من المطالب الاولى اللي كانت عند الشباب هي التشغيل. التشغيل اليوم عنده مجموعه ديال الوجوه بما فيهم المجال الثقافي والصناعه ديال الالعاب الالكترونيه ديجا قلناها ونعاود نذكروها ما فيها باس راه اكثر من 50 مهنه وماشي جميع المهن مرتبطه يعني بالمهن الثقافيه الكلاسيكيه، كاين مهن جديده اللي مهمه واللي عندها دور اساسي اليوم فاش كنتكلموا على المهندسين، فاش كنتكلموا على لي ديفلوبور، على هذا المجال ديال الكودينغ، على الذكاء الاصطناعي، هادو مجالات جديده اللي اليوم عندهم واحد الدور اساسي في الصناعه الثقافيه. علاش اليوم دزنا؟ علاش اليوم غنختم بان كانت هناك سياسه عموميه ثقافيه مرتبطه بالمفهوم ديال الدعم لان تجارب العالم بداوا دائما كيبداوا دابور بالدعم. ومن بعد اعتبرنا اليوم حنايا كحكومه من 2021 باننا خصنا نواكبوا بواحد السرعه المفهوم ديال الصناعه الثقافيه باش ما نبقاوش معولين فقط على ذاك الدعم البسيط اللي كتعطي الحكومه لان انتظارات ديال الاخوات والاخوين اللي كيخدموا في هذا المجال هو كثير بزاف وباش ندير واحد نقزه نوعيه حتى في الانتاجات اللي غنعطيو لان الانتاجات في واحد المجالات معينه اللي هم السينما، الموسيقى، الالعاب الالكترونيه خصهم امكانيات كبرى، هذه الامكانيات خصنا نوفرهم، حنا كنخلقوا ديك الارضيه ليكو سيستيم وانا ذاك المستثمر كيولي كيهتم بهذا المجال لانه كيولي مجال مربح كذلك وفاش كيربح المستثمر كيخلق لنا فرص شغل، كيخلق واحد ديناميكيه اقتصاديه وكيخلي من بعد وهذا هو اللي عنده مهم كذلك على الاقل رمزيا كيخلي ان لما لا في مجموعه ديال المجالات يوليو ابطال مغاربه دي شامبيون ماروكان اللي غيوليو هما حاضرين في على الصعيد الدولي وعلى الصعيد القاري على الاقل، لما نقول ابطال يعني كنوليو حنا ما كنوليوش كنتجاوبوا مع واحد المستثمر اللي عنده واحد لوكايت شارج باش نخدموا معاه، كيولي هذاك لو شامبيون ماروكان اللي غيدير لا ستارت اب ديالو اللي غيدير الفيلم المغربي بالرؤيه ديالو اللي غيدير ديك اللعبه الالكترونيه بالفكره ديالو كيولي كيعاوننا حتى باش نوصلوا بعض الرسائل حول الصناعه الثقافيه حول التراث المغربي المادي ولا مادي يعني كتولي هذه الثقافه بالمفهوم ديال الصناعه تلعب حتى واحد الدور اساسي في المفهوم ديال الدبلوماسيه الثقافيه كيف ما كنشوفوا مره اخرى على في تجارب اخرى اوروبيه امريكيه شكون اللي كيخلي ان اليوم نهتموا بالثقافه الاوروبيه والامريكيه او الصينيه اليوم اللي عندها واحد الدور او تركيا هما المسلسلات هما الافلام هما الالعاب الالكترونيه هما الموسيقى اليوم اعتبرنا بان المغرب حتى هو غني بتراثه المادي والغير المادي خصنا واحد النقزه في هذا المجال ديال 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 الصناعه الثقافيه باش يكونوا هناك امكانيات اللي عندها اللي هي مجموع يعني غانيون 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 غيربح الفنان والمبدع غيربح المستثمر غيتربح البلاد والصوره ديال البلاد غتزيد تطور على الصعيد الدولي لان الحمد لله عندنا تاريخ عندنا تراث اللي جميع يعني السياح فاش كيجوا المغرب او الناس فاش كيتمتعوا به في الافلام او في الموسيقى كيعجبهم وكيوليو كيهتموا بالمملكه المغربيه وبطريقه جديده وهذا هو التحدي ديالنا.